مش هنبعد قوي عن الفن، وخلينا النهاردة نحتفل بذكرى فنانة تعتبر من أكثر الفنانات تميزا، وبذكرى رحلها. رحلت زي النهاردة سنة 1994 الفنانة ثريا حلمي. ثريا حلمي غير ان هي كانت موهوبة جدا في التمثيل، وده شفناه من خلال المسرحيات او الافلام اللي قدمتها، اليتيمتين، العريس الخامس، عريس الهنا، بائعة الخبز، السوق السوداء، وغيرهم من الافلام. قدمت مسرحيات لوكاندة الفردوس ومع خالص تحياتي. غير موهبتها التمثيلية، حقيقة ثريا حلمي كان عندها موهبة مهمة جدا ميزتها عن باقي بنات جيلها، وهي تقديم فن المونولوج. قدمت ثريا حلمي أكتر من 300 مونولوج، وكانت متميزة جدا، وكانت بتنافس كبار الفنانين في هذا المجال زي إسماعيل ياسين ومحمود شكوكو. النهاردة برنامج نهاية الأسبوع يعني بيذكر هذه الفنانة اللي أسعدتنا كلنا وكلنا حبيناها، وللأسف مفيش ناس كتير بتتكلم عنها، يعني ما كانتش واخدة حقها قوي، رحمها الله. والحقيقة كلنا حبينها زي ما رسمت البسمة على وجوهها. رحم الله الفنانة ثريا حلمي. أنا كده حبي كده، ما أعرفش أحب كده وكده، أنا كده ابن البحر لو قالوا ماهيان في حاجة مألماني، والصوت في التريقة خد نرفزة ومهزقة، والصوت في التريقة خد نرفزة ومهزقة، ده العمر أشهر فتاة في عالم المونولوجيست في تاريخ السينما المصرية، امتلكت صوتا عذبا واستطاعت أن توظفه في مكانه الصحيح لتصبح الفنانة الأولى التي تقدم هذا الفن التي لم يستطع العديد من الفنانات في مصر والوطن العربي اقتحامه. إلى جانب ممارستها لكل ألوان الفن والموسيقى والتمثيل، إنها الفنانة ثريا حلمي. نفوخك نار وعقلك نار، ماهيش رايدك ماهيش رايدك، ولا سايباك ولا عايزك ولا عايزك، ولو في الخير مكان الطير يا حلو رماك. نشأت ثريا علي محجوب الشهيرة بثريا حلمي في أسرة فنية، وولدت في 26 من سبتمبر عام 1923 في مدينة مغاغة بمحافظة المنيا، حيث كان يعمل والدها وكيلا للفنانين إلى جانب حبه للعزف على آلة العود. وكانت شقيقتها ليلى حلمي مطربة، وكانت تذهب معها إلى المسرح لتؤدي فقرات فنية بين فصول المسرحيات، ومن هنا بدأت فن المونولوج. في السكة غزلني ومعها عربية شكلها زغلني، قلت له وصلني عند الحلمية، وقعد يوصف لي أطيان وملكوف فدادينه، ولا إيه يحلف لي قال إيه مش عادت ملايينه، من قبل ما نقطع كيلو واحد بيخليها فرمل عنها وفضل يديله، ويقول له يا سواق مغمل مش مكسوف بالنبي من غشك، لك عندك وتوريني وشك، أما أنت جريء والله والراضي حقيق والله. وفي سن الثامنة التحقت ثريا حلمي بفرقة بابا عز الدين لتبدأ حياتها الفنية مبكرا، وعملت كمطربة وسافرت إلى لبنان مع شقيقتها، وقدمت وهي طفلة المونولوجات التي حازت إعجاب الجميع وأطلقوا عليها الطفلة المعجزة. وظهرت صورتها لأول مرة على غلاف إحدى المجلات المصرية كأصغر مونولوجيست في مصر، مما حققت لها شهرة كبيرة، وكونت مع الفنان إسماعيل ياسين ثنائي مرح، وقدم سويا العديد من الأغاني خفيفة الظل، والتي من بينها أغنية عايزة أروح. اه من ابويا واه من ابوكي، اه يا مراري يا غلبي يا دوكي، ما تعيطي وسردي يا خويا، بس عليك الحلوة يا اختي، سردي يا خويا اه، سردي يا اختي اه. ووقفت ثريا على المسرح وقدمت العديد من المسرحيات، منها لوكاندة الفردوس مع خالص تحياتي، ثم اتجهت بعد ذلك إلى السينما وقدمت أفلام لو كنت غني التي غنت فيه مونولوج أما أنت جريء والله، والعريس الخامس، وعريس الهنا، وبائعة الخبز، والسوق السوداء، حتى توفيت في 9 أغسطس عام 1994 عن عمر يناهز 70 عاماً.